فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أي قرأت تفسير هذه الآية أن معناها أنهم يستدلون بالقدر والاستدلال بالقدر على المعاصي لا يصح، صحيح؟ طبعا المعاصي السليفة، عفوا المعاصي المستمرة الآن. أما إذا استدل بالقدر على شيء ندم عليه وتاب منه، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، احتج آدم وموسى عليهما السلام، قال موسى أنت آدم؟ قال نعم. قال أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء؟ قال نعم. قال موسى فلما خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة؟ قال له آدم عليه السلام، ألم تعلم أن أنت موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه؟ ألم تعلم أن هذا الأمر قدر علي؟ فحج آدم وموسى. فعلى سالف الذنوب مع التوبة منها نعم، لكن على ما هو آتي لا. وقالوا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، قالوا لو شاء الله ما عبدناهم. بارك الله فيك. نعم الإشكال عندي يا شيخ أن الله عز وجل لما رد عليهم قال ما لهم بذلك من علم. طبعا ما لهم بذلك من، هل أنت تعلم أن الله كتب عليك الشقاوة أو الضلالة؟ لا نعم. بس خلاص.